في بداية العام افعل هذا السر وانتظر رزقا وفرجا ومعجزات لن تصدقها طوال العام بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام. أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله أنا هكلمكم على سر عظيم وشيء وأمر عظيم لو أنت عملته بإذن الله في بداية العام الجديد. بأمر الله انتظر البشارة طوال العام وانتظر البشارة طوال حياتك. طبعا يا جماعة السر والأمر اللي أنا هكلمكم عليه النهاردة هو أمر وارد بالدليل اللي أنت لو طبقته ولو عملته هينزل عليك الرزق كالمطر، وأي مشكلة أو أي أزمة الله عز وجل هينصرك عليها، وأي شيء نفسك تحققه بإذن الله هتستطيع أن أنت تحققه وهتحس براحة نفسية عجيبة وهتحس أن ربنا معاك دايما، يعني هتحس أن الله عز وجل معاك دايما. الأمر اللي هكلمكم عليه النهاردة يا جماعة بعنوان الاستغفار. وخلي بالك أن عام 2024 أو بداية العام الجديد ده مش أمر مقدس. الناس بتفتكر أن بداية 2024 أن أمر مقدس، ان احنا بنخصص اوقات. لا يا جماعة، بداية العام يعني بداية طريقك. كل واحد فينا في بداية العام الجديد بيبقى عنده اهداف او بيبقى عنده امور بيريد ان هو يحققها، وبنحط او بنعمل خطة لتحقيق هذه الاهداف، وبنخطط احنا هنعمل ايه بالظبط، يعني او نفسنا نعمل ايه في العام ده، وبنكون بنتمنى ان يكون العام دوت احسن من العام اللي فات. فخلي دايما العام الجديد او بداية العام بداية احسن. بداية احسن ليه؟ عشان تبقى بداية قوية والله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب. والسنة ديت باذن الله لو انت طبقت الامر اللي انا هقوله لك دوت باذن الله، السنة ديت مش هتنتهي غير وانت واصل لاهدافك وباكبر واكثر مما تتخيل ان شاء الله. فعليك ان انت تفعل الامر اللي انا هقوله لك دوت. طيب ايه هو الامر العظيم يا احمد، واعمله ازاي وطبقه ازاي وتفاصيل هذا الامر؟ قبل البدء اتمنى اخواني واخواتي في الله الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط الان على اللايك او الاعجاب، وترك لنا تعليق بالصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ونبدأ على بركة الله في شرح تفاصيل هذا الامر، وهو السر العظيم بإذن الله اللي احنا طبعا لو ابتدينا به العام الجديد ان شاء الله بإذن الله، هو بعنوان الاستغفار. الاستغفار يا جماعة من الأمور المهمة جدا فوق ما تتخيل، لأن أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاستغفار في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، صدق الله العظيم. وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، صدق الله العظيم. وجعل الله تعالى الاستغفار من صفات المتقين كما أخبرنا سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، صدق الله العظيم. ومن فضائل الاستغفار، الاستغفار له فضائل كثيرة نذكر منها 13 فائدة. فهو طاعة لله عز وجل، ويكون سببا لمغفرة الذنوب كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، صدق الله العظيم، سورة نوح الآية رقم 10. ويكون أيضا سببا في نزول الأمطار كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل السماء عليكم مدرارا، صدق الله العظيم، سورة نوح الآية رقم 11. كما أن الاستغفار يكون سببا بالإمداد بالأموال والبنين كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويمددكم بأموال وبنين، صدق الله العظيم، سورة نوح الآية رقم 12.
وأيضا يكون سببا في دخول الجنات، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجعل لكم جنات. صدق الله العظيم. ومن فوائد الاستغفار أيضا أنه يزيد من قوة الإنسان، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. صدق الله العظيم. سورة هود الآية رقم 52. ويكون الاستغفار سبب المتاع الحسن، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. صدق الله العظيم. سورة هود. والاستغفار يدفع البلاء، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. سورة الأنفال الآية رقم 33. الاستغفار يكون سببا لإيتاء كل ذي فضل فضله، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. صدق الله العظيم. سورة هود الآية رقم 3. فضل الاستغفار بعد الصلاة. وهل الاستغفار يمحو كبائر الذنوب ويغفر الله به كل الخطايا؟ إن العباد أحوج ما يكونون إلى الاستغفار، لأنهم يخطئون بالليل والنهار، فإذا استغفروا الله غفر لهم، والاستغفار يكون سببا لنزول الرحمة، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. سورة النمل الآية رقم 45 إلى الآية رقم 46. ويعد الاستغفار بمثابة كفارة للمجلس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن الاستغفار تأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. أوقات الاستغفار. الاستغفار مشروع في كل وقت، ولكنه يجب عند فعل الذنوب، ويستحب بعد الأعمال الصالحة، كالاستغفار 3 بعد الصلاة، وكالاستغفار بعد الحج وغير ذلك. مضيفة يستحب أيضا في الأسحار، لأن الله تعالى أثنى على المستغفرين في الأسحار، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. سورة آل عمران الآية رقم 17. ومن صيغ الاستغفار، توجد 7 صيغ للاستغفار، أفضلها أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وسمي هذا الدعاء بسيد الاستغفار. الصيغة الثانية للاستغفار أن يقول العبد لفظ أستغفر الله، وثالثا رب اغفر لي، ورابعا اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وخامسا
رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الغفور أو التواب الرحيم. والصيغة السادسة للاستغفار: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهي كانت صيغة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يستغفر الله، كان يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فطبعا يا أحبابي، هذه كانت فضائل الاستغفار. وعشان ما طولش عليكم، هنبدأ في شرح الطريقة أو شرح الفائدة بإذن الله تعالى، وهي: في أي وقت شئت، ولكن يفضل في جوف الليل، تكون طاهر الثياب والبدن، ثم تصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة، ثم بعدها تفضل جالس متجه نحو القبلة الشريفة، تقرأ سورة الفاتحة 3 مرات بنية فتح الخير والبركة، وبنية أن تكون فاتحة خير وسنة فاتحة خير عليك، ثم بعد ذلك تقرأ سورة الفتح 1 مرة. ثالثا، الاستغفار بهذه الصيغة، تقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تردد هذا الاستغفار بهذه الصيغة 70 مرة أو 100 مرة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تستغفر بتضرع وبخشوع لله عز وجل لكل ذنب أنت أذنبته، ثم تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية أي عدد تشاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، تدعي بأي دعاء تريده، وتدعي بأي أمنية تريد أن تحققها في العام الجديد، أو أي أمنية تشغل بالك. وبإذن الله لو أنت طبقت هذا الأمر أو هذا السر العظيم زي ما أنا قلته لك، هتشوف الثمرات والخيرات والفتح العظيم على حياتك بإذن الله تعالى العام بإذن الله. وحاول تستغفر كل يوم لمدة أسبوع، كل يوم 70 مرة بعد صلاة العصر. والله والذي نفسي بيدي، إذا طبقت هذا، وإذا طبقت هذا الأمر أو هذا السر العظيم، سترى خيرا كثيرا وسترى ثمرات لا تعد ولا تحصى. وممكن أن تستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر، فكان يستغفر لنفسه وكان يستغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فإذا فعلت ذلك لك الأجر والثواب. وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل من رأى هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في خير.